انا كتبت قصيده شعريه بعنوان انا معتصم، ردا على اللي بيسالونا انتوا معتصمين ليه. انا اولا اسمي خالد المصري من اسيوط المركز المداري ومعتصم هنا. بقول لكم في القصيده دي احنا ليه هنا معتصمين او ليه انا معتصم. القصيده بعنوان انا معتصم، وبقول فيها انا معتصم وطول ما بلدي بيسرقوها انا معتصم، وطول ما صوتي بيكتموه انا معتصم، وطول ما حكامك يا بلدي ما يعرفوش حق القسم انا معتصم. وانت ليك عندي سؤال، يلي اديت القسم انت قلته علشاني ولا مني بتنتقم؟ انا معتصم. طول ما صوت الحق في البلد دي بيتكتم ويطلع بداله الف صوت كله همه ويترسم، انا معتصم. طول ما فيك يا بلدي ناس بتبيع ثورة بلدها بالوخم، انا معتصم. لحد ما الخير في البلد دي بين الغني والفقير يتقسم، مش ناس وناس، دي حاجة عاوزة تتفهم، انا معتصم. لحد ما شعبك يا بلدي يعرف اللي يحبه ومين منه بينتقم، انا معتصم. علشان يا بلدي تفضلي ارض الحضارة والنيل والخير والكرم، انا معتصم. اخوكم خالد.